مرحبا، أنا شيف ميلينا. وأنا شيف كيلا. واليوم راح نعمل مامونية. كوبينات مي، سكر أبيض، سنين خشن، وقرفة بودرة، لوز، زبدة، فستق حلبي، جيلي بينز وسبريكلز. هلأ منسكب 4 كوبايات مي، وبعدين منزيد كوباية ونص سكر. نسكب المي والسكر بالطنجرة وبعدين منحطهم على النار. هلا منحركهم حتى يغلوا. منحط السميد مع الزبدة، نحركهم لحتى يصيروا بني. ومثل ما شايفين صار السميد أشقر والمي غليت. وهلا منزيد السميد على المي ونحركهم. منضل نحركهم ليسمكوا. هلا صار وقت نسكبهم ونزينهم. صار وقت ندوق. شو طيبين؟ جربوها.